انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان توصلكم الإشعارات، وجزاكم الله خيرا. الأصل في القساوسة والكنيسة الفساد والإفساد وأكل أموال العباد وهتك الأعراض. فالفسق والزنا وجمع المال هو ما اشتهر به قساوسة النصارى قديما وحديثا، وهو مصداق قوله تعالى في وصفهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم بالفسق، منها قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وده لأن رجال دينهم أشر الناس فيهم. والنهاردة هتكلم عن فضيحة واحد من الأشرار دول، وهو القمص أنطونيوس باقي ابن عم بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا توادروس الثاني، واللي عينه في منصب حساس كوكيل المقر البابوي في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الكاهن ده اتحرش بأكثر من سيدة في الكنيسة، منهم السيدة سامح صبري اللي بتحاول تقاضيه جنائيا، بس القضية الجنائية لم تكتمل أركانها فالمحامي العام قرر ما يكملش. قام الكاهن رفع قضية تشهير على سامح صبري وخسرها، وبعدها رفعت ضده قضية مدنية اتحدد لها جلسة يوم 25 سبتمبر 2023. وأكد محامي السيدة سماح صبري أنه بعد القيام بتحقيقات دقيقة ثبت أن السيدة سماح ليست هي الضحية الوحيدة للاعتداءات الجنسية والتحرش التي قام بها القمص أنطونيوس باقي، وقد تم في عامي 2020 وكذلك 2021 إبلاغ الجهات المسؤولة وعلى رأسها البطريرك توادروس الثاني وكذلك المجمع المقدس أن القمص باقي متحرش جنسيا وله العديد من الضحايا. مع الأسف بدلا من حماية شعب الكنيسة من هذا المعتدي، قام المسؤولون بالكنيسة الذين تم إبلاغهم بعمل تحقيقات سورية لم يطلع عليها أحد حتى يتم تبرئة الكاهن المذكور المدعى عليه ليحتمي في سلطة البطريرك، بل وحدث العكس تماما وهو لوم الضحايا بدلا من حمايتهم. ونتيجة لفشل الكنيسة في اتخاذ الإجراءات والقرارات العادلة لحماية شعبها، قامت السيدة سماح بمبادرة شجاعة لحماية نفسها وكذلك حماية شعب الكنيسة من التعرض لمثل هذه التجاوزات الأخلاقية، وذلك بقيامها برفع دعوى قضائية ضد كل من أولا الكاهن أنطونيوس باقي بصفته المتهم الأول بالقيام بالاعتداءات والتحرشات الجنسية، ثانيا إبراشيد شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها البطريرك الأرثوذكسي الأنبا توادروس الثاني بصفته المسؤول المباشر عن الإبراشية وعن اختيار وتعيين القمص أنطونيوس باقي. الدعوى الآن منظورة أمام محاكم مقاطعة ألاميدا بكاليفورنيا وتحتوي على 6 اتهامات، وهي الاعتداء والتحرش الجنسي، تعمد الإيذاء النفسي، الإهمال المؤدي للإيذاء النفسي، الإهمال في التعيين والإشراف، التقصير في التحذير. في شهر يناير 2022 قامت السيدة سماح مع زوجها السيد إيهاب سعد على مدار يومين بتقديم شهادتهم بعد حلف اليمين، وقام خلال اليومين بتقديم الأقوال والأدلة التفصيلية لما قام به القمص أنطونيوس باقي من أفعال غير أخلاقية بجانب المحاولات المستميتة من قبله وقبل الكنيسة للتغطية على جرائمهم وطمس الحقائق بل وتهديد الضحايا.
وفي نهاية شهر سبتمبر 2022 استكمل كل من سماح وزوجها إيهاب شهادتهم تحت حلف اليمين وتقديم الأدلة التي تدين المدعى عليه أنطونيوس باقي، وأيضا تثبت مدى الدمار الذي لحق بهم وبعائلتهم من جراء الجرائم التي ارتكبها. بعد أن تنتهي التحقيقات سوف يتم إحالة المتهم القمص أنطونيوس باقي للمسؤول أمام المحكمة يوم 25 سبتمبر 2023 وحضور هيئة المحلفين التي تتكون من 12 محلف بجانب القضاء للبث في القضية وإصدار الحكم النهائي في الجرائم التي ارتكبها. ويمثل أمام المحكمة أيضا قداسة البابا تودروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أو من يمثله قانونيا بتهمة التغطية والتعتيم على جرائم ابن عمه القمص أنطونيوس باقي. ويمثل أمام المحكمة أيضا محامي الكنيسة والإبراشية والذين يبلغ عددهم 5 محامين. وفي إطار محاولة الصلح من جانب الكنيسة مع المدعية سماح وضعت الأخيرة 3 شروط لقبول الصلح، وهي اعتراف واعتذار رسمي من القمص أنطونيوس باقي، قيام البابا تودروس بشلح أنطونيوس باقي من الكهنوت، قيام الكنيسة بوضع قوانين صارمة ودورات تدريبية للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي داخل الكنائس. والسؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا لم يتم إيقاف أو شلح القمص أنطونيوس باقي ابن عم البابا تودروس بعد إثبات تهمة التحرش والاغتصاب للسيدة سماح صبري اللي كانت خادمة معاه في الكنيسة؟ لو كان أنطونيوس باقي بريء وواثق من براءته لماذا يتهرب من الاستجوابات؟ فالإنسان البريء هو اللي بيسعى للمحكمة علشان يثبت براءته، واللي بيحاول يسعى للتصالح مع الضحايا ويعرض عليهم مبالغ وإغراءات مادية للتنازل عن القضايا. فإذا كان واثق من براءته المفروض يصر على اللجوء للمحكمة. وفي حاجة تانية كمان، إن في مستندات عرضها إيهاب سعد زوج السيدة سماح صبري بتأكد تورط بابا الكنيسة في التستر على فضائح ابن عمه أنطونيوس باقي. واللي عمله تودروس إنه ألغى قرار الأنبا ديفيد بإيقاف القمص أنطونيوس وتشكيل لجنة أخرى بدلا من لجنة الأنبا ديفيد، وإخفاء أدلة لجنة الأنبا ديفيد اللي بتدين أنطونيوس باقي، مع العلم ان في بنتين، واحدة عندها 17 سنة والتانية متجوزة، رفضت تقول اسمها، شهدوا قدام المحكمة بان القمص أنطونيوس اتحرش بيهم وبغيرهم في غرف الاعتراف. ونسمع مع بعض اخر تطورات القضية من صاحبة القصة السيدة سماح صبري. سلام ونعمة للكل. حبيت بس اعمل فيديو صغير اديكم بس الابديت للناس المتابعة، وقبل اي حاجة اشكر كل اللي بعتولي على الماسنجر عشان يطمنوا على اخبار القضية. سوري ان انا مش قادرة ارد على كل واحد، بس انا عملت الفيديو ده علشان الكل يبقى عارف التطورات اللي حصلت. التطورات انه أنطونيوس باقي ابن عم البطرك لغاية النهاردة ما عملش الديبوزيشن اللي هو الاستجواب. فاكرين انا كنت حطيت قبل كده انه كان في مواعيد للاستجواب وهو بيتهرب منها، فهو ما زال بيتهرب، وطبعا ده دليل قوي ان هو مش قادر يواجه المحكمة ولا المحامي اللي من ناحيتي يعني. وطبعا متخوف جدا ان يقول اي كلمة في الاستجواب او يرد على حاجة. واضح ان في خوف، واضح ان في احساس بان هو مذنب. طبعا انا قدمت دلائل كتير قوي واشكر ربنا عليها، ربنا واقف معايا جدا وانا بطمنكم في كل خطوة، ربنا فعلا بيرشدني وبيديني نعمة وبيديني سلام وصبر. الموضوع احنا بقالي دلوقتي حوالي اكتر من 3 سنين، وواضح ان كهنة الكنيسة مش بيكتفوا بالتحرش بس، ولكن عندهم حب للمال بسرقة اموال الكنيسة اللي هي من الاساس اموال تبرعات شعب الكنيسة. فالقمص أنطونيوس باقي بيجمع تبرعات كل شهر او كل شهرين، والتبرعات بتكون بالملايين. فيا ترى التبرعات دي بتروح فين؟ اكيد بتروح لشراء عقارات وفيلل للكاهن المتحرش والسارق لاموال شعب الكنيسة بتستر من ابن عمه الانبا تودروس. وعلشان تعرفوا بس ان الموضوع فيه تستر الكهنة على بعض، تعالوا نشوف واحد منهم بيقول ايه على المتحرش ده. يعني هو ابونا غني عن التعريف اصلا، يعني والده ابونا أنطونيوس باقي الزقازيق
كنت قاعد بسمع يعني برنامج على ابونا انطونيوس الكبير، يعني بركه خالص يعني من الاباء اللي ليهم بصمه واضحه مثلا في الزقازيق طبعا خدمته وقبل الكهنوت وبعد في الكهنوت، وبصمه واضحه خالص في امريكا لما ترسب ابونا. يعني فتره تواجد ابونا في امريكا كان حوالي 50 يوم قبل ما يتنيح، لكن في خلال الفتره دهيت وكانت فتره الصوم الكبير غير ناس كتيرة، وكان أبونا سيدنا الأنبا شنودة كان في أحد العظات ذكر كده، قال إنه يعني أبونا يعني لما خدم في أمريكا الناس كانت بتقابله وتقول له إحنا شفنا شخص المسيح في شخصية أبونا أنطونيوس. وطبعا أبونا أنطونيوس مش عايز أقول الصغير، هو كبير مهاما يعني، أبونا يعني نفس الصورة ده هي انطبعت. ولما كنا بنتكلم هنتكلم على إيه، فهم قال أنا مسيحي أو يعني أو موضوع آخر، فقلنا أبونا يعني أبونا اختار أنا مسيحي. أعتقد إنه أبونا هينقل لنا صورة المسيح اللي منقولة من الآباء ومن يعني أولاد العم. أبونا يعني العيلة كهولدية وكلها منتشرة في جميع أنحاء الكرازة. شوفوا كمية الكذب والنفاق. هل شخصية المسيح بتتحرش بالسيدات؟ هل شخصية المسيح بتسرق أموال شعب الكنيسة تحت بند التبرعات والعشور؟ وبعد ما يتم فتحهم وكشفهم يطلعوا يقولوا دي أخطاء بشر ووارد إنهم يخطأوا. يعني وقت الغلط بيكونوا بشر، وقت ما يتم فتحهم بيكونوا المسيح. علشان أقدم لكم بالدليل إن الموضوع ده مش فردي وإن جرائم الكهنة والقساوسة ظاهرة عامة متفشية فيهم، هتسمعوا التسريب ده من الكاهن صمويل صلاح بولس، كاهن كنيسة سانت توماس بمنطقة فيرجين آيلاند بأمريكا، وهو المتحرش رقم 2 في قائمة المتحرشين الكهنة بعد الكاهن رويس عزيز. حتى لو الكنيسة بتفكر عشان تراضي سالي تعمل فيها حاجة، أنا والله أطلع دافع عن نفسي وليكن ما يكون، وتكون الضحية بقى الكنيسة، البابا شنودة، تواترس، أنبا يوهنس، أنبا أرميا، أنبا سين صاد، مش فارقة معايا خلاص. طالما أنا بقيت ضر الكنيسة والله مش هبقي على حد. كل التسجيلات اللي كان أنبا ترس مسجلها للأصفة وللبابا لما كان بينزل في أوضته السرية اللي فوق، وكان مشتري الجهاز اللي جايبه من امريكا ده بيسجل مكالمات التليفونات، كل ده انا حاسه عنه. انبا انطونيوس لما كان بينزل اجازات مصر كان بيسجل كل المكالمات بتاع الاساقفه جوه اواضي. انا عارف ان هما ممكن يفكر يقول لك نقفل في البق السالب دي زي ما عملنا مع مين؟ مع ابونا رويس. ماشي بوش. فانا يعني مش ان انا مطمن يعني خلاص مالي ايد ان الكنيسه ممكن تبيع ابوها عشان مصلحتها، بس انا مش هسكت. انا يوم ما يفكروا يعملوا ده لا طبعا هطلع كل اللي عندي وعالملا واوضح الكل بلا استثناء من اول البابا شنودة لغايه ان جرأت دخل المقر البابوي. التسجيلات عندي ونشكر ربنا انا حافظها بطريقه جنونيه، ما حدش هيقدر ياخدها بدل النسخه 10. علشان هو ليه تاريخ عريق من الانتهاكات الجنسية، كان عامل حساب كل حاجة وماسك على الكل تسجيلات ومكالمات علشان يستخدمها في الوقت المناسب لما يتفضح. والسؤال هنا، ليه القساوسة بيرتكبوا أبشع الجرائم اللي بيتعفف عنها عامة الناس؟ والإجابة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب.